مكالمة من الأخ هشام، رجل الله خادم الرب خادم الإنجيل. الأخ هشام كان معنا في الأسبوع الماضي وتكلم عن اندماج العابر. أهلا وسهلا قسيس هشام، أنت معنا على الهواء، تفضل. أهلا بحضرتك يا قسيس نزار، ربنا يباركك. ويباركك ويباركك، تفضل. يعني إذا عندك كلمة تشجيع لإخوتك، إخوتك وخواتك العابرين. أنا بس بحب أشكر حضرتك على البرنامج الرائع وعلى الاستخدام الرب ليكم وصلواتكم من أجل إخواتي ومن أجلنا إحنا كعابرين في كل مكان. إحنا واثقين بنصرة الرب، وده الاضطهاد اللي بيحصل على العابرين أسيس نزار والإخوات العابرين، ده شيء طبيعي بيحصل، والرب وعدنا بالنصرة، رب وعدنا بالنصرة. وكل اللي احنا بنمر فيه بالوقت الحالي، الحرب اللي بنمر فيها اخوات العابرين دي مرحلة معينة، واحنا واثقين من استخدام الرب لينا. انا بشكر الرب من اجل حضرتك، من اجل قناة الحياة، من اجل الاخوة اللي بيصلوا والخدام اللي بيصلوا في كل مكان بالعالم، من اجل اخواتنا العابرين. انا كمان بضم صوتي ليكم النهاردة ان احنا يعني يكفي التلميذ ان هو يكون كمعلمه، والعبد ان هو يكون كسيده. إذا كانوا لقبوا برب البيت ببعل زبول، فكان بالحري بأهل بيته. يقول الكتاب: فلا تخافوهم لأنه ليس مكتوم إلا سيعلن، ولا خافي لن يعرف. الذي أقول لكم في الظلمة قلوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها. احنا بيشرفنا كعابرين في كل مكان، والاضطهاد اللي بيصير ده بيقوينا اكتر، وبيقوي اخوات العابرين، بيقوينا وبيشجعنا. احنا بنصلي من اجل بعض، وبنحط دايما وبنرفع بعض بالصلاة من اجل اخواتنا اللي بيضطهدوا النهاردة في السجون، واللي بيضطهدوا واللي تركوا اشغالهم. انا امبارح كنا عندنا اجتماع صلاة، احنا النهاردة متحدين معاكم بالصوم والصلاة. عندنا اجتماع صلاة امبارح، وكنا في اجتماع الصلاة بنصلي من أجل إخواتنا. كان معنا في الاجتماع أكثر من شخص انطردوا من شغلهم بسبب إيمانهم. فإحنا النهاردة أخدين يوم صوم وصلاة من أجل إخواتنا العابرين في كل مكان في العالم. ربي يبارككم. حابب بس أشارك بصلاة بسيطة عشان ما أخدش كتير من وقت البرنامج. يا رب أنا بشكرك وبعظم اسمك لأن أنت أحببتنا. يا رب أنا بشكرك من اجل المحبه اللي ظهرت على الصليب من اجل كل البشريه. بشكرك لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. يا رب انا بشكرك من اجل كل اضطهاد بيكون على اولادك، بشكرك من اجل الاستخدام اللي انت بتستخدمه لكل اولادك. يا رب انظروا اي محبه اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. بشكرك لان امتياز عظيم ان احنا نضطهد من اجل اسمك. بشكرك لان احنا بنضطهد لان احنا اولادك، لان احنا دعية اسمنا عليك. مش بنضطهد من اجل دين، مش بنضطهد من اجل طائفة، ولكن نضطهد من اجل اسم المسيح. ولكن في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. يا رب لا ضيق ولا شدة ولا عري ولا اضطهاد هيفصلنا عن محبتك. يا رب انا بحصل يا رب الان وبحط كل شخص مضطهد، كل شخص بيمر في دين، كل شخص انطرد من شغله الان من اجل اسم المسيح. كل اخواتنا يا رب اللي جايين من خلفيه مسلمه بنحطهم بين ايديك النهارده، واحنا واثقين من النصره، واثقين من استخدامك، واثقين ان هيدي مرحله يا رب، وباسم يسوع هننتقل لمرحله اعلى بالايمان يا رب واستخدام اكثر. انا بشكرك من اجل كل خادم النهارده متحد معانا بالصلاه، بشكرك من اجل القسيس نزار، من اجل استخدامك ليه، من اجل يا رب البرنامج، من اجل العمل العظيم اللي انت بتستخدمه يكون سبب تشجيع وسبب بركه لاخواتنا في كل مكان بالعالم. اتمجد يا رب من خلال هيدي الرساله النهارده. بشكرك يا رب لان انت موحد قلوبنا، لان احنا يا رب لما عضو في الجسد بيتالم جميع الجسد بيتالم معه، واحنا النهارده يا رب بنتحد مع اخواتنا المضطهدين في كل مكان بالعالم وبنرفعهم بالصلاه وصايمين عشانهم واثقين ان انت يا رب هتغير هذا الواقع باسم الرب يسوع. لك المجد والكرامه من الان والى الابد. امين. امين امين. شكرا جزيلا، شكرا اخ هشام، ربنا يكافئك وفعلا يستخدمك بقوه الروح القدس.